حسن أقصبي واحد من العلامات البارزة في تاريخ كرة القدم المغربية بفضل تألقه وطنياً ودولياً. علاقات حسن أقصبي بالكرة بدأت سنوات قليلة بعد الولادة ديالو في طنجة سنة 1936. فاش بلغ أقصبي 14 عام بدأ أولى الخطوات نحو النجومية مع سيفي اللي كان تلعب في البطولة الإسبانية آنذاك، قبل ما يلتحق سنة 1952 بفريق الفتح الرباطي. لعب لفريق الفتح الرباطي ما فاتش 3 ديال المواسم، ثم التحق أقصبي بالبطولة الفرنسية. ما جيت النيم كانت السنة ديال 54-55، هذيك السنة عيش في نيم 6 سنين، ثم جاني الترانسفير اللي كعيتو يعني ديال 61، هذاك ديال عام 1961 هي من نيم مشيت أنا لغانس. غانس هذيك الفترة هذيك جلست فيها يعني فترة ديال 61-62-63، ثم جاتني فترة ديال موناكو اللي مشيت عاونيت السنة فيها 64-65 موناكو، ورجعت عاونت هذيك. تأقلم مع الوسط الجديد كان هو الشغل الشاغل عند أقصبي، سيما أنه كان بغي يفرض نفسه في عالم تيدخل ليه أول مرة. النتائج الإيجابية ما تأخرتش كتير وبدأت تتبان فوق رقعة الملعب. في الساعة اللي مشيت أنا النيم مشيت بوحدي، وفرنسا ما كان عارفاش، ومدينة النيم مدينة صغيرة، والطبع ديالها بحال ديك النار تقريبا ديال الإسبانيين الشماليين اللي عندنا في المغرب، باش يمكن تهاجم معاهم لأنه ما كيشوفوا النظرة ديالك جيتي كوايري، وباش يمكن تنجح كيخصك تبين لهم البراعة ديالهم تكون أقوى على هذوك اللي هما مستانسين معاهم مدة ديال 10 سنين و15 عام، اللي عندهم الإسم معروف على صعيد فرنسا كله. في السنة ديال 58 و60 عملت معهم كأس فرنسا نهاية، ثم قلت لك عملت معهم أولا كأس لكوب دراغو يعني في حلويفا، هادو كلهم جوائز كبيرة، هادو غير كيلعبوا الدور ديالو مهم من ناحية لا النادي ومن ناحية اللاعب، من ناحية هذا شنو اسمها الشخصية ديالو الكرة ديال الكرة اللي لعب هذا. ثم كنت ديما في المده ديال 7 سنين اول هداف في الفريق ديال النيم، وفي البطوله الفرنسيه يعني كنكون دائما الثاني الثالث، يعني استطعت انني واحد النوبه ديتها في 59 وليت من الهدافين الاوروبيين يعني حسب الاحصائيات. كل بدايه لها نهايه، وهكذا غادر أقصبي بعد مده الفريق الفرنسي. اسم أقصبي اصبح مشهور في البطوله الفرنسيه، سبب ساهم إلى جانب الظروف اللي كانت يعيشها الفريق في انتقال أقصبي لأحد أكبر وأقوى الفرق الأوروبية في ديك الوقت، غانس. غانس ديك الساعة كانت هي الجوهرة ديال البطولة الفرنسية، وعندها عناصر كبار كمثل ريمون كوبا، جيس فونتين، بيانتوني، يعني كولونا حارس المرمى، فاندلينغ، غودزيك، بول سوفاج، يعني العناصر اللي هما ممتازين على صعيد فرنسا. كان العطب ديال جيس فونتين، كانوا الواحد اللي غادي يمكن ينوب على جيس فونتين دابا هادي من بعد هو حسن أقصبي. المسؤولين استقبلوه كستار كفيديت كرجل، يعني بكل صراحه لان حسن أقصبي ما كان ساهل في فرنسا، كان بيتور، كان كيحسبوا لي حساب للزكيب، كان عنده الكلمه ديالو في شامبيون فرنسا. وفملي جا الرانس يعني لا الناس المدينه ولا الناس المسؤولين ولا حتى ملي جوار حتى ملي جوار، لانه ما كانوش دي جوار ساهلين ديال والو، لا كان كوبا، كان بيانتوني، كان فانسون، كانت ليكيب دو فرانس، كانت يعني لما جا حسن بداو تيعتمدوا عليه على انه باش يماركي لهم بيوت باش يربحهم باش، وكان محبوب هذا الحق. وفي ديك السنه ديال السفر ديالي باش نمشي لغانس كترونسفير، يعني على حسب الصحف والميديا الفرنسيه انه حسن أقصبي يعني اكبر يعني ترانسفير اللي تعمل في تاريخ فرنسا هو حسن أقصبي من نيم لغانس. انتقال من نيم لغانس كان محطه بارزه في المسار الكروي الأقصبي، وشكلات منعطف جديد في تجربته وصعوده نحو المجد. وغانس ماشي يا نيم، النتيجه والسمعه
والصحافة والصحفيين ماشي هي يعني تغيير كأنه في حال لي كنت في الدرجة الثانية ومشيت الدرجة الأولى. يعني بنقول لك الدرجة على أن الما حسن بيتي العبد بيتي مارك البيوت ديك لي بوبي ديال فونتين تقريبا تنسات شوية وقاش يفكروا تيقولوا اه كو كان فونتين او ماك خاصنا فونتين يعني تمحات تقريبا ما بقاتش كاين حسن قصدي. كنت انا يعني الشوشو يعني هذا الرجل اللي هو ما يهضروش معاه هو كل شيء يلعب ما يديرش يلعب يعني انا واخد فرنسا شيء يعني فرنسا البالماريس لا كوب دوروب السفارات كاس محمد الخامس مشينا لامريكا اللاتينيه في السنه ديال 62. حسن تيخلق لامبيونس في الفريق لما مثلا تنخرجوا رابحين تدخل الفيستير تطلع فوق الطبله تبدا يغني الفلامينكو تبدا يغني سميتو يعني كيخلق الامبيونس وهذيك الامبيونس داك الشكل ديالو عجبات هذوك الناس ديال الناس سميتو ولا وكان ادابتي توت سويت ادابتي بار لي جوار سميتو ومع ذلك داك الشيء كان كيدير في التيران جاتني الفرصة أنني باش عيطوا لي موناكو ديك السنة ديال 63 باش نلعب معهم البطولة. لو كنت لعبت يعني ديت معهم البطولة في ديك الفترة بار لو برانس ريني دو موناكو الأمير لو كنت غادي نعمل ديال 3 سنين وكانت عندي واحد الفرصة كبيرة من جميع الجوانب لا محية المدينة لأن موناكو هي طنجة والبحار ديالها ثم بالبشرية ديالها ثم بالمجتمع ديالها ثم تمنحية المادية ديالها ثم تصرغ ديالي عائلي كانت باغي نجلس فيها الظروف ما ساعدتنيش. فريق الفتح كان هو البوابة نحو البطولة الفرنسية ولهذا السبب اختاروا أقصبي كمحطة أخيرة في مسار حافل بالإنجازات. في 67 ما زال ذاكرة عندي أنني في البطولة كانت الفتح ممتازة في البطولة وفي الكأس العرش 67 ديت معهم كأس العرش ديال 67 اللي كانت نتيجة مهمة بالنسبة لا ليلي دخلت أولا في البالماريس ولا بالناحية الفتح اللي جعلت عونت شعلة جديدة من ناحية المسيرة ديال الفتح. فوز كان في نفس الآن هو آخر لقب الأقصبي قبل الاعتزال سنة 1970.